بسم الله الرحمن الرحيم. حصتنا اليوم في مادة اللغة العربية تحت عنوان الهمزة المتطرفة. وفقا للبرنامج التالي وبعد التذكير ببعض القواعد التي لها علاقة بالموضوع وانطلاقا من وضعية بسيطة، سنكتشف معا رسم الهمزة في آخر الكلمة ومتى تكتب على الحرف المناسب، ثم نخلص إلى قاعدة شاملة للدرس، ونختم حصتنا بتمرين بسيط لتثبيت ما تعرفناه خلال هذا الدرس. نبدأ على بركة الله. أذكر أولا بأن الهمزة في الكلمة ثلاثة أنواع، إذا وقعت في أولها فتسمى همزة الوصل أو القطع، وإذا وقعت في وسطها تسمى بالهمزة المتوسطة، أما إذا وقعت في آخرها فتسمى بالهمزة المتطرفة، وهي حديثنا اليوم. نص الانطلاق يقول: طلب الأستاذ من التلاميذ كتابة الكلمات التالية على الألواح: غذاء، دافئ، جاء، جرؤ. فكانت من بين الأجوبة التي عرضت عليه ما يلي: الجواب الأول كان لعادل، والجواب الثاني كان لهند. نلاحظ أن جميع هذه الكلمات تنتهي بهمزة، لهذا سميت هذه الهمزة بالهمزة المتطرفة، لأنها وقعت في طرف الكلمات أي في آخر الكلمات. كما نلاحظ أن هناك اختلاف في رسمها بين عادل وهند، لماذا؟ فلما سألهما عن سبب كتابة الهمزة كان الجواب كالتالي: عادل أجاب أن رسم الهمزة المتطرفة يوافق حركتها، أما هند فقالت: رسمها يوافق الحركة الأقوى بمقارنة حركتي الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها. إذن نلاحظ بأن عادل وهند يختلفان في رسم الهمزة، نظرا لأنهما يعتمدان على قاعدتين مختلفتين، لكننا خلال هذه الحصة سنحاول أن نساعدهما على تجاوز هذه الصعوبات التي يمكن أن تعترضهما في رسمها. ولكن قبل ذلك نذكر أيضا بأن رسم الهمزة على الحرف المناسب يرجع إلى الحركة المناسبة، فالفتحة تقابلها الهمزة على الألف، والضمة تقابلها الهمزة على الواو، الكسرة تقابلها الهمزة على الياء، وأخيرا السكون يقابله الهمزة على السطر. نتمعن جيدا في الكلمات التالية ونكتشف معا لماذا كتبت هذه الهمزة على الحرف المناسب. نلاحظ جيدا الكلمات التالية ونركز على حركة الحرف ما قبل الهمزة فقط، هذه الحركة هي التي ستتحكم في رسمها، بمعنى أنه لكي نرسم الهمزة على الحرف المناسب يجب الرجوع إلى حركة الحرف الذي يقع قبلها مباشرة وننظر في حركته. فمثلا بدأ موسم الحصاد، يبدأ موسم الحصاد. بدأ ويبدأ نفس الكلمة، إلا أن همزة بدأ مفتوحة وهمزة يبدأ مضمومة.
حاولت أن أستحضر نفس الكلمة، لكن حركة الهمزة فيها مختلفة من كلمة لأخرى. ونلاحظ أيضا أن رغم اختلاف حركتي الهمزة في كلمتي بدأ ويبدأ، إلا أنها كتبت على نفس الحرف الذي هو الألف. لماذا؟ لأن الألف يوافق الفتحة. وأين تقع هذه الفتحة؟ هذه الفتحة هي التي تقع على الحرف الذي يقع مباشرة قبل الهمزة، أي فتحة الدال. الفتحة تقابلها الهمزة على الألف، ستكتب الهمزة على الألف. هذا بالنسبة للمثال الأول. بالنسبة للمثال الثاني كما سنراه الآن، اشتريت لؤلؤا براقا، لبست عقدا من اللؤلؤ. لؤلؤا كلمة تنتهي بالهمزة. إذن في هذه الحالة نحن لا يهمنا أو لا تهمنا حركة الهمزة، وإنما تهمنا حركة الحرف الذي يقع قبل الهمزة مباشرة. ما هي هذه الحركة؟ هذه الحركة في كلمة لؤلؤ هي الضمة، والضمة توافقها الهمزة على الواو، فستكتب هذه الهمزة على الواو في كلمة لؤلؤ. نمر إلى المثال الثالث. الماء دافئ، توضأت بماء دافئ. دافئ ودافئ قبل الهمزة كسرة في، والكسرة تقابلها الهمزة على الياء، تكتب على الياء. إذن كما نلاحظ، رغم أن حركة الهمزة تختلف من دافئ إلى دافئ، إلا أنها رسمت على نفس الحرف، أي الحرف الموافق للحركة التي قبلها. المثال الرابع. شعر الطفل بالدفء، السماء صافية، القط يموء. كلمات الدفء أو الدفء، يموء، والسماء، كلمات تنتهي بهمزة، لكن هذه الهمزة تقع بعد حرف ساكن. الدفء يظهر السكون هنا، أو ما يسمى بسكون حي. السماء وقعت الهمزة بعد مد، أي بعد الألف، سكون ميت. يموء وقعت الهمزة بعد الواو، أي المد بالواو، وهي أيضا سكون ميت. فإذا وقعت الهمزة بعد حرف ساكن تكتب على السطر، لأن الهمزة على السطر توافق السكون. ونذكر بأن السكون إما أن يكون حيا مثل الدفء كما يشير السهم، أو ميت مثل المدود، نقصد بها الألف والواو والياء. إذن بعد التعرف على قاعدة رسم الهمزة وشروط رسمها، نستنتج أن الهمزة المتطرفة تقع في آخر الكلمة وتكتب على الألف إذا كان ما قبلها مفتوحا، مثل ملأ، ينشأ، لجأ.
على الواو إذا كان ما قبلها مضموما، مثل بؤبؤ امرؤ. على الياء إذا كان ما قبلها مكسورا، مثل شاطئ متكئ. وعلى السطر إذا كان ما قبلها ساكنا، مثل بدء فضاء وضوء مجيء. نعود الآن إلى أجوبة هند وعادل لنصححها جميعا ونعالجها. غذاء جاء دافئ جرؤ. نفسر لهما لماذا ستكتب الهمزة على الشكل التالي. في كلمة غذاء أو غذاء كما ورد في نص الانطلاق، ما هي الحركة التي تقع مباشرة قبل الهمزة؟ هناك في غذاء الألف أي المد، والمد سكون ميت، وإذا كان قبل الهمزة سكونا ميتا أو حيا تكتب على السطر. في كلمة جاء نفس الشيء، قبل الهمزة سكون ميت كما يبدو على الشاشة، ستكتب على السطر. في كلمة دافئ قبل الهمزة حرف مكسور، والكسرة توافق الهمزة على الياء، ستكتب أيضا على الياء. أما في كلمة جرؤ فحركة الحرف ما قبل الهمزة الضمة، هي الضمة، ستكتب على الحرف الموافق لها والذي هو الواو. إذن هكذا كان لابد أن يكتب عادل جوابه اعتمادا على هذه القاعدة. نختم درسنا بتمرين بسيط. أتمم الكلمات بهمزة مناسبة: شاء يجرؤ شيء طرأ طارئ. شاء تقع الهمزة بعد حرف ساكن، ستكتب على السطر. يجرؤ تقع الهمزة بعد حرف مضموم، ستكتب على الواو. شيء تقع الهمزة بعد حرف ساكن، تكتبها على السطر. طرأ تقع هذه الهمزة بعد حرف مفتوح، إذن سنرسمها على الألف. طارئ جاءت الهمزة مسبوقة بحرف مكسور، سنكتبها على الياء. المطلوب الثاني: أتمم الفقرة بكلمات تشتمل على همزة متطرفة. استيقظ العم باكرا، ف ب ثم صلى الصبح في وطمأنينة. استيقظ العم علاء، كتبت الهمزة في علاء على السطر لأن ما قبلها ساكن، باكرا. ف توضأ، كتبت هذه الهمزة على الألف لأن ما قبلها مفتوح، ب الماء الدافئ، فكتبت همزة الماء على السطر لأن ما قبلها ساكن، وعلى الياء في الدافئ لأن ما قبلها مكسور. ثم صلى الصبح في هدوء، وكتبت همزة هدوء على السطر لأن ما قبلها ساكن، وطمأنينة. إذن سأعيد النص:
استيقظ العم علاء باكرا فتوضأ بالماء الدافئ ثم صلى الصبح في هدوء وطمأنينة. وأتمنى أن أكون قد ساعدتكم في فهم هذه الهمزة، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء.